أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمجالس الرمضانية اهتمام الحكومة في تقديم أفضل الخدمات وأجودها للمواطنين ومواصلتها في تطوير الكوادر الوطنية ذات الخبرات في المجالات المختلفة لتحقيق النماء والازدهار لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تجسيدا لقيم التواصل وتوطيدا للعلاقات الاجتماعية والتربوية بين أفراد المجتمع وسط التأكيد على الوحدة الوطنية واللحمة بين أبناء المجتمع البحريني الواحد، يواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد زياراته للمجالس الرمضانية في المملكة والتي أكد سموه من خلالها على اهتمام الحكومة في تقديم أفضل الخدمات وأجودها للمواطنين لتحقيق النماء والازدهار لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. حرص سمو العهد مشكورا على التواصل وزيارة أكبر قدر من المجالس، هذا يعكس حرصه على القرب من الناس والاستماع إلى همومهم وتبادل الأفكار وفتح حوار في شفافية عالية، وأنا استمعت إلى عدة تبادل للأفكار مع الناس، لمست حرص كبير من سمو العهد على معالجة ما يجول في خاطر المواطن وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية للوطن والمواطن. يعني زيارة ولي العهد هي روابط ما هو من تو، من قديم، يعني أهلنا وأبهاتنا متواصلين باستمرار مع الحكام، فهم الرابط الأصلي لنا في هالديرة، والنقاشات اللي تدور على بيوت الإسكان، على شؤون الناس، على اللي محتاج، اللي يعني كل ما يخص الناس من 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 شؤونهم، من مواضيع معيشتهم، من أشغالهم، هم اللي يقومون بها ويساعدون الناس فيها. زيارات والالتقاء بالناس مختلف الشرائح يأتي على رأسها الالتقاء بصاحب السمو اللي دائما احنا نعتز ونفتخر فيها كمواطنين، لأنها تجسد اللحمة الوطنية، اللحمة الوطنية اللي احنا دائما نسعى إليها كبحرينيين، واللحمة بين القائد والمواطنين هي حالة نادرة ما توجد في دول ثانية. صاحب السمو الملكي ولي العهد أكد خلال لقاءاته أيضا على استمرارية تطوير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية والتي تصب في صالح الوطن والمواطن استنادا إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. طبعا هالزيارة حملت طيات رسالة مطمئنة من صاحب السمو، أنه هو طمأن الشعب البحريني أن وضع الاقتصادي في مملكة البحرين خصوصا بعد إغرار الميزانية راح يكون بالشكل المرسوم في للخطة الاقتصادية لمملكة البحرين. احنا كمجلس نواب حافظنا على مكتسبات المواطن في هذه الميزانية اللي قريناها. طبعا راح يكون في تركيز في الرسالة اللي وجهها صاحب السمو اليوم، راح يكون في تركيز الآن في المرحلة القادمة إلى الخدمات المطروحة للمواطنين، منها خدمات الإسكانية والخدمات الصحية وأيضا التوظيف. كان توجيهات سموه للاستمرار في التواصل بين العائلات البحرينية وأيضا مختلف العائلات والجاليات الموجودة، ومن أهم المواضيع طرق لها هو نظرة البحرين ورؤيتها المستقبلية ودعمها لرؤية 2020-2030. أثرى بكلماته القيمة على المجتمع البحريني المتواجد في هذا المجلس الكريم، وأنا أشكره على التطلع والكلمات الطيبة حق المستقبل شعب البحرين الكريم. الحمد لله رب العالمين على ما أشار إليه سمو ولي العهد بأن الخدمات راح تحسن أكثر وأكثر إن شاء الله،
والمستقبل إن شاء الله اللي جاي بيكون أحسن وأفضل من الأعوام الماضية إن شاء الله. من خلال زيارة سمو ولي العهد اليوم تعلمنا أو ناقشنا مختلف المواضيع اللي تخص المواطنين، منها الإسكان والطب وتنمية الكوادر البشرية، وأيضا دفعة عجلة النمو في البحرين. احنا قاعدين نتعلم في الحاضر، وكنا في الماضي نتعلم من سموه، فلذلك زيارة طويل العمر اليوم ما هي قريبة علينا، أما هي تكملة ما بدوه الجدود قبل مع الأبناء اليوم. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد أن المملكة عززت منظومة خدماتها الحكومية بتوفير البيئة المحفزة لتقديم الخدمات بطريقة مبتكرة من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير الأداء والعمل الحكومي باستخدام أفضل الممارسات الحديثة مواكبة لعملية التطوير في القطاع العام. يتم تناول أمور كثيرة، سواء منها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي، من أجل توعية الحاضرين بتوجه البحرين نحو الأمام ومعالجة المشاكل والوقوف صفا واحدا في لحمة وطنية تدل على أن شعب البحرين هو شعب واحد على اختلاف أصوله وعلى اختلاف مذاهبه ودياناته واختلاف توجهاتهم. طبعا زيارات سمو ولي العهد يعني تكسب كل مجلس يروحه، يكون موجود فيه، يكون يصير فيه تبادل مع القيادة، تبادل معها التهنئة، تبادل معها الآراء، تبادل معها الأفكار. فطبعا زياراتها في المجالس اللي احنا نزورها أو يكون موجود فيها تكون لها طابع مختلف عن المجالس الأخرى، فاحنا دائما بعد نحرص ان نكون موجودين، لان في كل مجلس نستفيد شيء جديد عن المجلس اللي قبله. طمأنة المواطن عن الوضع الاقتصادي والوضع القادم الافضل، هذه نقطة. النقطة الثانية أشار وأشاد بالمجالس وحضور المجالس، مجالس رمضانية وأهميتها والتواصل وأهميتها وبناء الأسرة الواحدة. الحقيقة مملكة البحرين اليوم حققت هذا الإنجاز في إيجاد أسرة واحدة. هذا وتبذل مملكة البحرين جهودا تنموية مستمدة مما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني ومبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 والخطط المختلفة التي تم استحداثها من أجل رفض عملية التطوير والتحديث في المجالات كافة، ليكون المواطن المحور الرئيسي لها من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية بما يوفر لها فرص عمل نوعية واعدة أمامها ويحقق تطلعاتها وأهدافها. زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد هذه تؤكد على استمرارية الحكومة في تطوير الخدمات بجودة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المواطنين، تماشيا مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله، باعتباره هو الأساس الذي يعتمد عليه الوطن في أي عمل. طلال نايف، المركز الأخبار، تلفزيون البحرين.